أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه،
فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وعدرسك إن شاء الله أن نكبل بدون آية اللبية سغاشا سورة آل عمران. قال الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا قاري ميسان البر وناك يا خيرك قاعد ميسان حتى تحبوا إلى حتى تنفقوا إلى بحسان وصدقة ستا مما تحبون هي أتعشين يعني أموالكين كمدة. وما شيء تنفقوا بحسان من شيء شيئة يعني أي شيء بلوك إذا بهير هذا بهبته فإن الله إلهي سبحانه وتعالى به شيء عليم وكي أكسون وإلى كعب المردون. إلهي سبحانه وتعالى عيده وحكو أمر نفر إياه وأدومه سوكو لرقل لنا إياه إن مكا أي صدقة بحنا إياه وحاوقو رأسنا بحياه شيء كو قالصا إن إلهي سبحانه وتعالى أوليبته تحسن لو قاعد كرا برغة كلمة بر وحوي وخير ونوي وجامع الخير كلمة جامعة وناقة ثوابك أولي هي صدقته وأشنده كو قاعد ميسان وكو هيل ميسان إلا أبي حسان وحاج عشي بإله سبحانه وتعالى ما كو صدقتي اختياري هاي أما الزكدة قفكو بحين كرا تو ناسا لكن قفك الزكدة قاضية إيجابية هي أورورية توحوا أنك قادم معيه تقوى ناس أنك قادم معيه تدحى أيه كقبنيه لكن في اختيار بقول ليه هدو تقوى ناس وصاره وإلا أنا قلتها لك قبته. إلهي سبحانه وتعالى وحاو ليه هي إله وحاك عشين بحسان وحاو ناس هل الميسان وحا الله وحياء بحسان بحيرا بحبطة إلهي وكي أوك سبحانه وتعالى وهو ذكاء بالمريدون كأيدا نسود اكتي سيد أنس بن مالك رضي الله عنه ماتي اللي قصوريه ولا أبو طلحة أي وحى وحى أنصار رجعوا مالك بضم بحيرة المدينة مالك يسنو حوجش على بير وحى بيرتي لورنشري وبير وحى بساش كان يبي كسور شيدة وبيقبو وهرله ومرله ورسولك عليه السلام مالك قال كوز كهر سنشري وبيها معك عبشري بير هذا قيام بضم بهيد مال في عنا كتار الله وبساش كان يبي كسور شيدة مك عيد السود يكتبوا لله سبحانه وتعالى وحى وليه وناك قال ميسان إلى وحاج عشنا بحسان يا رسول الله بيرت أصلا وجه على حوله هيك هذا نقول لي بهك دون تجيب النبي عليه السلام صدقت بانو بحيي هذا أنا كوزوريج رسولك أدب وفرح عليه الصلاة والسلام بخن بخن ده كمان رابح يعني وبش بشوي برواقه وما لقى فائدي أو تكفى إيدي بالنبي عليه السلام رسولك دب وقعد وحول عن أركي هذا أنا جاي حير صارتي يعني تقرابة هذه أهل كاجا وقعي بسماء إلى حبوب النبي عليه السلام كله سيدي بمكة لقى قرابة يا أبو طلحة أي بيرت لوجو جوي لو قيبي ولا بقى أشر في الصدقة هي كيس سلة الرحم كلا بدي وهو هلا مكة مركا وادي رجلين مالك بحنا يسوع إلهي سبحانه وتعالى شيء قاعد نعضه إلهي هو اللي يبنى هو بحنا واحد عشها بحوي لأنه والمكة سو ساكت وحسيرنا كون كشيل بين رادنا عشان تكون كبرنا صباح مركا وين الواحد في عين الله ودي بتسبحانه وتعالى وما تيع هذا سكر واحد حريص. قال الله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كل الطعام دما راشين لعنا كان وحوها حلا أي حلالا حلال بوها لبني إسرائيل غير بني إسرائيل
إلا مويانه ما شيء حرم إسرائيل إسرائيل النبي يعقوب كحارة تنمي على نفسه نفتيس من قبل كور أن تنزل التوراة أنت توراة بل سودشين قلوا حتى النبي ألو فأتوا بالتوراة بل توراة لك عليه وفتلوها أخريا إن كنتم هداته يهودي صادقين كورن شيغية إن مكاسي يعني إذا كحارين وحيلها أشيغتين آيات وحسب نزول كدو يحسد العلماء الفصليات هاي تلمامير نبي قوي ما دين نمي يهودي وحي الله محمد دين تنبي برهن واسعيقا نيسا وحي نبي الله إبراهيم حارات النبي نوادعو نيسا والهرب قيل كي عانه قيلة ساسي أشيغا نبي قوي صلى الله عليه وسلم نبي الله إبراهيم ما حارات النبي وحي الله وحي حلال وحا نبي إبراهيم نقر وانو حلال بالنبي عليه السلام هرب قيل كني عانه قيلنا وحي الله نبي إبراهيم بحلاشة وحي عبي شراء بعونو شراء كم ديهين waxaan anaga waan naga xaraan oo maati ibraahim ba xaraatinimay anaguna sidaasaan markaa kaga dhaxlay markaa aayada baa la soo dejiyay subhanahu wa ta'ala oo lagu beeninayo sheegashada yahuuda ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala lama raashi kala cun reebana israa'il reebana israa'il ma kale waa awlaad yaquub loo jeeda nabi yaquub awlaadisi oo ku abtirsan nabi ibraahim waa yaquub ibnu ishaaq ibnu ibraahim alayhi salaam marka awlaadaasi yaquub uu dhalay ee nabi ibraahim ku abtirsanaya raashin oo dhab xalaal buu ahaa wixii uu iska xaraatinimay israa'il kelmadda israa'il waa nabi yaquub baa la yiraahdo magaca israa'il magacaas israa'il wuxuu naftiisa ka xaraatinimay taasoo marka ay ahayd sa rasuulka laga soo wariyay sallallahu alayhi wasallam xanuun adag baa qabtay nabi ilaahi yaquub oo arq nasa baa kan ilaahdo xididkan wuxuu ahaa lugta ayaa ku dhacay aad u xanuun badan dabadeedna wuu maatay xanuun badan buu ayuu dareemay markaa ilaahay nadir wuxuu ugu galay haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu caafiyo labada shay ugu jecel yahay cabitaanka iyo cunitaanka inuu ilaahay darti u daayo waxaana ugu jeclaa baa hilibka geela iyo caanaha geela marka nadirkaas uu galay ilaahay wadaada caafido labada shay ugu jeclaa baan adiga dartaa uga soomaya ayuu markaa ilaahay ina caafiyo subxaana wa tacaala isna nadirkii uu fuliyay awlaadiisana tii bay ka dhaxleen oo markaa sidii aabahood iyo albay iyaguna ka yeeleen isagaan ku koobnayd laakiin nadir ilaahay uu kala baxay marka dambe tawraad soo degtayna tawraad bay ilaahay kaga xaraatinimay iyaga oo markaas yacni tawraad way ka dambeysay markaas ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala sheegii iska xaraatinimay israa'iil naftiisa ka xaraatinimay taasoo ka horreysay ba tawraad soo degitaankeeda ka horreysay waayo tawraad waxa lagu soo dejiyay nabi muuse nabi muusena waxa weeye abtirsiin dheer baa u dhaxaysa nabi muuse iyo nabi ilaahay yacquub waa awlaad yacquub ayuu ka mid yahay nabi muuse laakiin abtirsiin dheer baa u dhaxaysa tawraadna isaga lagu soo dejiyay waxay ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala bal tawraad keena oo akhriya dheh oo xilliga maati yacni la xaraatinimay iyaga xaraatinimay ka eega haddaa ru sheegaysaan waanay diideen inay markaas yacni keenaan marka waxaa xujadu ku ogantay inaan iyaga laga xaraatinimaynin nabiyullaahi ibraahimna aanay xaaraan ka ahayn laakiin nabi yacquub naftiisa ka xarimay oo ilaahay nadar u galay sidaasna awlaadiisa ay kaga dhaxleen markii dambena tawraad lagaga xaraatinimeeyey markaa nabi ibraahim baa iska xaraatinimeeyey waa been weeye nabiyullaahi ibraahim isma xaraatinimeen calayhi salaam faman iftaraa cala allaahi likadiba ruuxa ilaahay ku been abuurta min bacdi dalika intaa xujadii ogatid dabadeed fa ulaa'ika kuwaasi hum aldaalimuuna waa daalimiin baa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala mar haddii xaqi cadaaday oo xujadii lagu oogay ciddii intaa kadib sheegta in ilaahay ibraahim ka xaraatinimay hilib geelka iyo caana geelka waxa weeye dulmi iyo markaa kufr bay ku dhacayaan oo xaqii bay ka baydhayaan qul xataa nabi allahu sadaqa allah ilaahay baa run sheegay oo yacni waxa alla wuxuu ka waramay ilaahay run buu ku sheegay subxaanahu wa tacaala waxaana ka mid ah warkaasi aad ka sheegtay nabiyullaahi ibraahim ee ilaahaydu ku beeniyey baa ka mid ah runta ilaahay sheegay in ibraahim aanu xaaraan ka ahayn sheegaas فاتبعوا راعى ملة إبراهيم دينتي إبراهيم عليه السلام حنيفا حالو يهي من حق الله يحظى وبادل كي مادة وما كان آن وحين من المشركين ومشركين تنا آن وكم دحين يا دا نيو الله إبراهيم عليه السلام أدلك شيغان إيسا سدا إلهي شيغي بعد نبه دينتي نبي الله إبراهيم راعى وأنا قلت نبي محمد إيسو راعى يعني دينتي نبي إبراهيم حكوتها نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا مركا هدا ابراهيم دوني سانغي سو راعه او دينتن حقا سو راعه
oo wixii ilaahay idina xalaaleeyayna xalaal ka dhigta wixii ilaahay xaaraatinimeeyayna xaaraan ka dhigta mushrikiintana kama mid ahayn nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam waatan hore u soo maray ma kaana ibraahimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan musliman wamaa kaana min almushrikiin qaala allahu tabaaraka wa tacaala إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة إن أول بيت بيت كي وهري أو يعني بيت عبادة أو إلهي لو عبادة بيت كاس وضع للناس ذاتك الله دقي ذاتك يعني كل عبادة يستان إلهي أقول سبحانه وتعالى الله قلت لك عليه للذي واكي وي لام كوالا ابتداء الذي كيوي ببكة أي مكة مكة كيالة بيت الله الحرام مباركا حالو يهي بيت كاس مد بركيسا وهدى هنون ويهي للعالمين عالمين ترى هنون ويهي إلهي عابده سبحانه وتعالى عالمين توحوي ووحي مات يعني شنية إنسية ملائقين تبا هنون بويه فيه آيات آيات باكسوغا بينات عد عد أو تلمامية تاريخ دي مكا يعني احواشي سغاركا مقام ابراهيم منها مقام ابراهيم اياتك وحا كميدا مقام ابراهيم وهلك دغخ و اسكو تاغن نبي الله ابراهيم كو ديساي ومن روحي دخله قلب بيت كاسي كان وحا هذا امنا من نفسه او امن ابو هذا الى و كو ورمي سبحانه وتعالى غوري دولكن كوركيسا لغا اساسو او الهي عبادتيسا او خاصو لوغو تلا غلاي بيتك يقوه رأينا كعبض أها أي إلهي الشيخ سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة بيت إلهي اللي قو عابده وأرادة كورك إذا لقدت أقول لك قطميه وحا مركز يقوه رأي بيتك إلهي سبحانه وتعالى تلمامي وأبكة كيالة بكة بابا الأخرية أسماء ذي كمتها مكة إيا بكة إيا أم القرى إيا أسماء بضبي مقعب ضبي لا ضحي بيت ما دي بلد الأمين اسماء فر بدن يي مغعي بدن بي مكلاده مكا مغعي مد كميده وي غوريغا مكا كيااله اي بركايسن بي الهي سبحانه وتعالى ايا اوغو هريي غوري الهي عباديسا لو اساسو سدا مكا يعني بعض الاحاديث تلمام ايا عدي اوغو هريسه اي بنيسي ملائكته هايه دود النبي الله ادم ابو قدمي عليه السلام كدبنا اسقو بابا اي هدا النبي الله ابراهيم ايا اساسكا ودغاي نبي جوحة لو دي حديث صحيحين كل شيء بدر القفار وسورنيه وعلى أي مسجد وضع أول يا رسول الله بيت كي جوهر يا إلهي درتي الله جوه إلهي الجوع بدك كيبوها المسجد الحرام النبي عليه السلام بتاش كاسوي حرم الله كيبا كل حجي بعد له المسجد الأقصى بالنبي عليه السلام بتاش الأقصى حكوي على بيت المقدس وحن ويدي يبوري سقى ويدين يا بدر القفار يا إم سعود حي قال 40 سنة أفرت الصنادل بقول حيسي لبض من النبي الله إبراهيم عليه السلام أي الله بضع أساسي أو أساس كودجي كان النبي الله إبراهيم تاريخ وين بكل الدين تاريخ الإسلام ك يديمه مات يعني كهري انتبا إلهي سبحانه وتعالى وحول آيات باكو سوغان هنون بوية عالمين تلقو سو هنونه أو هداية بوية هي إلهي لقو أقوان صدو إلهي لقو عابدو آيات باكو سوغان يعبروين يعني مات علامته تلمام إياه إن إلهي سبحانه وتعالى ومكا بيت كاسي دورتي وحكم بدن مقام إبراهيم لقي النبي الله إبراهيم سكت على جيم مكي اسمه ده راضي أو إلهي سبحانه وتعالى راد كيسي عكتيسي ومكاس يعني كو صوري أو لقي أي هاس واتوقع شيء لقتيس أو لبدي كنت هلك تجناه أي مقدان يدوم حبذر يصوم مرة يوم مات يعني هذا التاريخ أنت على مات آن بابين إن قصدي ما كنت يعني راد كده أدو سيري هاي روحي قالنا وآمن وبدل الأمين وي عربت يجوا أصلين يو تشاهيل جي سود ليه هدي سوا ما أتي سود ليه هذا سود ليه وبيت كإلهي قالوا لم تدلي كريشين يلا وكبح مكا آمن بها قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله إلهي وحوصو ناضي على الناس ضدك إلهي كركيس وحوصو ناضي ضدك كركيس وح إلهي وحوصو ناضي ومعنى إلهي واجب وياش حج البيت قصد البيت بيت كإلهي أسوى قصدان ويسون يعني أسوى حجان من مدباي واجب نقطة استطاع كري إليه إلى هذا البيت يقول قاسي حقي سبيلا وضاهان وصوكر يوم يعني إمن كره لقال هاني عاف مال هاني مات أمني هاني تبا إمن كره
ومن كفر روحه كفريا إيساقو ماتكي إلهي كواجبي واجبك كرية قدن واية فإن الله إلهينا غني غني مكي عن العالمين عالمين تماتي مخلوقات كيسو أبورتي إلهي مباهنا سبحانه وتعالى يقى إلهي أباهن أو هل كائمات كيده عيد مكاسي أباهن يدنبق لقد عفية هذي قستي وناسان كنتما دوادتك بن آدنك لكن إلهي سبحانه وتعالى درجة مكرره إلهي آيات وحكو واجبي حجك أخرجوا نقشنا هذا الدين تينا وإلهي الله سبحانه وتعالى ضدك وحأصوا نادي إلهي وحأصوا نادو إلهي حق وياش وضدك إلهي حق وقول لي هاي بيتك الله عماني قيمها بدن إن أسوا حجان كلمة حج معناه هو قصد وين إن أسوا قصدان ويسوني إياه وما كأي يساكوي مادا أي مركز إلهي كواجبي سبحانه وتعالى روحي كري كرمك وحوي وتخصيص لما تذكر لما إلهي مكوري على الناس لكن الناس كسوى حلقو خاصية لمن استضاع إليه سبيلا روحي كري كري حجك كواجبه أي مكاسي يعني أي كتهي واجب كتهي إنه يماده مكا عيد نسود اكتي صحابي أصحابتها كبدا يا رسول الله في كل عام يا رسول الله سنة كستمي أنا لقدوني النبي الله نبي وكامس أدروا كعلي سؤاشي أدر نبي وكامس بس الدحاد بكعلي نبي عليه السلام ما توحي الماي ولا ذكدو الماي ولو قلت نعم هذان هاك ورنا لهانا سنة كستواج بيد كنا قل حيد إن حاجك تمادان ما نذان كرتين من النبي عليه السلام بري مركا مركا إلى هاي سبحانه الشهيدين ما تي يعني أن ما يريد كوتشيو سؤاش بعض أنا كذا باي ما نسيت كوتشيو من النبي عليه السلام بري ثاني إلى هاي ما تي تكلف هذا إذا كوات كيرين روحي ديدة وكفري ديد ماذا يعني وحلوت شيء ده إذا أنا حاجك يجواج ما قف صو كري كريا أو أمانك يا رقاره يا حوك أنت بحية تجواينا وكفر النعمة وي هذي أنا حتى أنا واعتقادها أنا أدي دنين نعمة إلهي مضفر سبحانه وتعالى مركات حسن ويسوق جلسة إلهنا سبحانه وبابا هنا أضون كاس قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قلوا حتى النبي قال له يا أهل الكتاب هي أهل كتابه لما تكفرون محاوكوا كفريسا بآيات الله إلهي آيات كيسا القرآن الكريم كهذا اللي وشيدا كتاب كان إلهي سودشي يا قرآن كان محاوكوا ديسا وكفر دين والحق الله إلهينا شهيد أقيحي على ما تعملون واحد عمل فريسان يا ذو حرق ملاقي سان هبيني مالين إن دي معت كتاب كاي دين تعلب بينيو يدو إلهي دكوجي سبحانه وتعالى حساس ويلسان يقول وتقول حتى يا أهل الكتاب أهل كتابه لما تسدون محوهر جوسنسا عن سبيل الله إلهي الدين تسمح محوهر جوسنسا من آمنا كي الرمين أي صور راعية تبغونها إذنك وأردون إياه كتابك إلهي دينتا إلهي عوجا قلوع لدون إياه إنا قلوع عسان وبينك الشيكتان والحال أنتم إذنكوا الشهداء أمر خاتكتهين إن الدينتا نحقتها أو دينتا إلهي رغالك أهويها وما الله إلهي نبي غافل ما هم تكورلا عما تعملون وهذا العمل فليسان إلهي كما ورلا سبحانه وتعالى دب إلهي دي كل جيابة الكيدة أهل كتاب يهودي النصارى خاصة يهود بأمات آيات كان يما أمرده كتشرتي وهي إلهي اللي سبحانه وتعالى آيات كإله وقرآن كان محاودي ديسان إذنك أو مكاسي إلهي ذا أركيه وهذا العمل فليسان أيضا قرصونين وإلهي ذا الضالعاني سبحانه وتعالى فهذا كابا المرين دونه محاسة بقهر جوكسنة سنعدي إلهي حنوني دين تندوني سنة قادته تسدون يعني ما هو وجهه جنسان وهر جوكسنيسا عن سبيل الله عن دين الله بلو جيدا دين تا الله ما هو وهر جوكسنيسا او وديديسا من امن كير رمينا يبقى وديديسا اذن كما بين انت انه اي كنت هي وهر جوكسي اما اورن يبا حجلن دين احسح ما هي او كور جوكسني اذن كو لا دون يتبغونها هذا سبحانه قدس في سبيل الله يعني هذه الدين دين تا الهي وضد الهي طريقه الحقه إذن كأول لدهون يعوجا أي معوجا إنه هذا متقلعه ومكع بينك الشيطان وقلع عسان إذن كم رخات كائن وتوسين هاي أو دين تيلهي ويهاي وها فليسان إلهي سبحانه وتعالى كما قرصونه إلهي كما ورلاه وإذن دبن جيوان ذكاء بارين دونا وي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ذكر مؤمنين تاهو إن تضيعوا هذا الدعذان فريقا قيب من الذين كوي كم أوتوا الكتاب كتابك الذي هو يهودي يردوكم وإذن علن دونان
بعد إيمانكم إيمانك إن دبدي كفارا قال أيدين علين دونان وقال لمدي أيدين كعلين دونان وكيف تكفرون أو صدق كفريسان محابة كفرية قال لمدي كحن بارية والحال أنتم إذا كتطلع عليكم ولا إذا كتطلع أخرية آيات الله إلهي آيات كيسية ولا إذا كتطلع أخرية ووحي يقبعوا صعوده صدق كفريسان وفيكم رسوله رسولك إلهي إذا نحجوه ومن يعتصم بالله الروح إلهي الدين تسع عسكره فقد هدي وحل وحنوني إلى صراط مستقيم شتو سبل وحنوني أيضا يا آيات كتب بيبع فصلين تسوى بنزول كيوت المعمى وحوي أوس يخسر سلبدي قبيلة الأورنشري مدينة وإذا دقنانشري مدد دير بيع أولاد كده حيس وحل عفرت الصندوق مدكو السمانة بكل دو أي دقال لمي وما يعني آد سور ريقدين إلهي سبحانه وتعالى وحا ومكان نص وقال لقي وإلهي سلح يوناك نحو ذلك كده لي رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام لكن دينة إلهي مع تقاتين وحي إلهي لقواني إسلام مدي صوق لين أي بكا ولا لوبين أو هشيين أو أي نرشد الدبو بلابين يهودين ويدحد قنيد ويكفى إدي سنشرتو ويلاك الصفناية خب كيسو ودي بيشرين سي مكان وزي وسو جسنين سداس حالات هاي أصلاً ماذا يقولون سنواتي أو دينتي ولا قاتي أنا استجعل هذا أيانين يهودي أو عاركي شاس من قيس لون شيء بعد هذا أنصارتي ولا فرد ذا عاركي أو سيا خسرتش أو جيد ولا فرد أو فرحسن أو مؤمنين أو صحابتي النبي كم ذا رضي الله عنهم أو استجعل بعاركي وأدم كمات الشيء كيس أنا يوم كمات يعني فرحسن أريد أصين كيهودي هواي عارق اللي سوي حلو والله إني ما كوا كون هالشيء برده هالشيء نفرد إنه مياله إن اللي يراه هو الله سعودي بيكون نمك دحته قو قبيه دي واجي سطري يعني دقال لبيه كده احتري بولها حسوس تاني كيف عرية ونحفر يستيوب كاسو الله سوق عضو شيكا دي وكود الصدو قبيه دي بوتريو دي ودنها الكيبا شيدان كنا نحق عضي كي كان نوال لتري كي كثور شيد وال لتري جوابتي كان نوال لتري نمك واسكو حناقرية واسحابة دي دي بدنا وحابي قاري له دي مكي دبه ومحاين كي وراء استقاه هنا ما يمقابل اونو دي نكرا صفتا وانو كرا سارة halkii aan u kala saftayba inta geedkooda fadhida kala yaacday ya bari aws ya bari khasrach wala qayliyatu la ida ka dhacday safa bal isuuma burta hayno haatanay seefa hay soo qaateen warma hay soo qaateen dagaal baba cusbaraam nabiga wa maqri sallallahu alayhi wasallam rasuulullaah muhammad makkah asoo gurmad ah isagii asxaabti muhaajirin tahay ayay labadii saf saddex taageen oo dagaalkii baa u bilaabmayo waxa nabigu waani sallallahu alayhi wasallam quraanka ku akhri oo aad u waani aad buu dhageystay markaa ila sheedan baa soo daagay meesha uu maneen baahayna markii waalidii nabigu dhameeyay labadiiba uu yeelay ayay hubki daadiyeen markaas iyagoo is dhunkaraya haddii nabigu u yimaadeen calaahi salaam oo halkii ku heshiisay soo caas hubki daadiyeen aad uu iyo qaladka ay galeen ka oodeeyay aayadkan iyo aayad ka dambeeyay arintaas ay ku soo dageen ilaahu subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب هداء الضيعدان مؤمنيني كوا أهل كتاب كشيغان يقار كم إذا هداء الضيعدان ودقيستان يردوكم بعد إيمانكم كافرين انت إيمان يارتين كده بيقالا إذن علين دونه وحقيقوي ما مرد ما نتا بلامت إلا ما انت وسعوتا مسلمين تنستيليا دقالا دن هلعيا وحويا وادنه هو ذكوا إلى شريعة يجا خوريا يجا مهجا يجا ماتوا وحصعدا يجا أنا هذا رك غيري ولا هلك رشوكسدو وبين وي وكيف تكفرون أصدق كفر يسمى الله سبحانه وتعالى وأنتم تطلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله يضو إلهي آيات كيس سود قيانه وحي كيس صعده رسول كي الحين نول يهود دحشوبه سيدك السورة جليس أنا كفر ذا أدب النقطة روحي إلهي سبحانه وتعالى عسكده معنا إلهي كترسده دين تيس عسكده روح سهنون وين بي إلهي هنوني فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تأهوا اتقوا الله إلهي كبقى حق تقاته تقوى إيا الله كعبسك إلهي حق دين كل إيهي كعبسك إلهي سبحانه وتعالى تلاقي بالمسعود وحلق سوري رضي الله عنه وحولي يا رسول الله سيدنا ونقول سيدنا إلهي وقبقنا يعني آياته صحابته آد بولي لمنشنا هذا لك إلهي سبحانه وتعالى حق إلهي دين كلية عبصد إلهي حق دين كلية كعبصد هدي إلهي حقي صلى الله عليه وسلم بقودي كرنا ما يوي إلهي وكو أبوري
xaliyaara waxaad maatay yani wax sheeganeysa dad xoog sheeganeyso dad raganimo sheeganeyso dad aqal sheeganeyso dad maal sheeganeyso dad caafimaad sheeganeyso waxa la waxa ilaahay ba keeri subhanahu wa ta'ala marka hadaad umrigaagu dhan suusanaato ilaahay xaqiisa ba gudi kartaa maya way inta cuddu nicmatallahi la tuxsuha marka markay soo degtay ilaahay cabsadu xaqdi ku leeyahay ka cabsada waxna ya rasuulullah saanu kari karnaa ilaahay tu xaq noogu leeyahay saan u gudan karnaa bay dhahay ma kari karno waxa kaloo maatay nabigu casa ku fasiray baa la leeyahay waa maxay se ilaahay looga cabsanaya subxaana xaq tuqaati qaala bi an yudaca falaa yucsa wayushkar falaa yukfar wayudkar falaa yunsa waa la soo wariyay taas in ilaahay la adeeco marna aan la caasiyo kow in ilaahay loo shukro noqo marna nicmadiisa aan la dafarin ilaahay mar walba in la xasuusnaado marna aan la ilaawin markaasuu yaa rasuulla taa yaa kari karaya bini aadam baanu nahay yaa taa awoodi kara waxaa soo degtay ilaahay aayadda qur-aanka ka dambe uu leeyahay fattaqullaaha mastadactum wasmacuu waadiicuu ilaahay inta kari kartaan ka cabsada ilaahay aayaadkiisa maqla oo adeeca iyo amarka rasuulka sallallahu calayhi wasalam marka aayaddaa dambe fattaqullaaha mastadactum ma manaasikh baa oo aayaddu hore miyay nasakhday mise way fasirtay labada qulba culimmadu way leeyihiin ibn cabaas waxaa laga soo warinayaa aayadda hore ilaahay leeyahay xaqa tuqaatihi mansuukh maaha buu yidhi laakiin mufassaratu biqowlihi tacaala fattaqullaaha mastadactu waxaa lagu fasiray oo ilaahay buu ku leeyahay cabsada xaqida ku leeyahay ka cabsada wuxuu u jeedaa ilaahay subxaana wa tacaala mastadactu waxaa kari kartaan maxaa yeele laa yukallifu llahu nafsan ilaa wasaha laakiin mufasiriin badan oo kale oo saxaabada iyo taabiciinta balihi waxay ku tageen in aayaddaasi fattaqullaaha mastadactum ay nasakhday xukunka hore ah fattaqullaaha xaqtaqullaha xaqa tuqaati labadaa qolba way jiraan walaa tamuutunna ha dhimanina geeridu yaydin iman ilaa wa antum muslimuun idinkoo ilaahay u hogaansan mooyaane yay geeridu idin imanin taa macnaheedu waa maxay yacni geeridu xilliga ku imanaysa ilaahay baa yaqaan aduu shaqo kuma lihin marka xaalad kastoo aad ku sugan tahay waa inaad hubsataa hal anta cala dariiqi sariix aw cala alkhata jidkii ilaahay ma ku taagantay waajibkii ilaahay ma gudatay intay taalkaaga ahayd mase waad ka dhacsan tahay waad ka baydhsan tahay adiga intaasay xilkaa saaray marka adigoo toosan oo wanaagsan oo waajibkii ilaahay gutay kolley geerida marunbay ku iman doontahay ha kugu soo beeganto adoo toosan ayaanay kugu soo beegmin adiga oo qalloocan oo markaa meel qaldan ku jira khaatimadu ha kugu wanaagsanaato weye macnaheedu marka israalin weeye walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun idinkoo israalnimo ku taagnayn iyo geerida kuu imana ba ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala mar walba israali weeye wactasimuu cuskada oo xajista bixabli illaahi xadhigga ilaahay xajista jamiican xaal aatiyiin kuwa isku dhan oo isku duuban walaa tafaraquu ha kala tegin oo ha iskhilaafina wadkuruu xusa nicmat allaahi calaykum nicmada ilaahay subxaana wa tacaala korkiina ku manaystay ee islaannimada ah xasuusnaada id waqti kuntum aad ahaydeen acdaa'an cadow aan isbixinaynin wa faallafa ilaahay mideeyey bayna quluubikum quluubtiina ilaahay mideeyey oo walaalowdeen faasbaxtum aad ahaateen binicmatii binicmati illaahi nicmada ilaahay oo islaanimada aa ku noqoteen ikhwaanan walaalo wa kuntum waxaad ahaydeen xilligaas calaa shafaa xufratin bohol bayaa qarkeeda saareydeen min annaari naar ah bohol naara qarkeeda saareydeen ku dhacdaan ayuun baa idiin maata dhinayd fa anqadakum minha ilaahay baa idin ka badbaadiyey naartaasi kadaalika yubayinu llaahu lakum aayaatihi sidaasaa ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkiisa idinku bayaaminaya lacallakum tahtaduun lakay tahtaduu saa hanuunka u qaadataan oo u garataan aayaddu waxay daba socotaa aayaadkii hore ilaahay subxaana wa tacaala isagoo markaa waaninaya arrintii dhacday ansaarta dhexdeeda ka dhacday sababa nasuulka halkaasuu ahaa baynu leyay laakiin aayadda macnaheedu waa caam qof kastoo muslima xilli kasta ha joogo meel kastaba ha joogaa ilaahay la hadlaya subxaana wa tacaala walcumratu bicumuumi lafdi laa bikhusuus sabab sababtii kuma gaar ahee waa maata macno caama iyo amar caama weeye oo guud ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala ku dheganaada ictisaamku waxa weeye xajista weeye adkaysta oo xajista bixabli illaahi xadhigga ilaahay subxaana wa tacaala xadhigga ilaahay waa diinta ilaahay subxaana wa tacaala inaad diinta qabsato ayaa xadhigga ilaahay loo jeeda wactasimuu bixabli illaahi ilaahay subxaana wa tacaala xadhiggiisa xajista oo diinta ilaahay aan lagaa furfurin oon lagaa farasaarin
ku dhagano weey jamiican idinkoo isku dhan oo mid ah walaa tafaraquu ha kala tegin oo ha iskhilaafina laa tafaraquu midnima idinkoo ah diinta ilaahayna xajista midna ahaada ha kala tegina xusaba ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala nicmada ilaahay idin maata idinku nicmeeyey aw siya khasraj baa gaar ahaan marka lala hadlaya laakiin muminiinta way soo wada geli doonaa wadkuruu nicmata allaahi calaykum ilaahay nicmadiisa xasuusnaada waqtigii cadowga ay soo ahaydeen ee ilaahay subxaana wa tacaala quluubtiina mideeyey nicmada ilaahay idin siiyey subxaana wa tacaala ismay bixin jirin midamidka soo gaara buduli jirin muddo dheer waana wada deganaayeen marka ilaahay subxaana wa tacaala islaanimada ay qaateen ba ilaahay ku mideeyey تيب على حسوسنا يا مركا فأصبحت من نعمتي إخوانا إلهي نعمتي صلى الله عليه وسلم أيا ولا لكن نقطة نسجعل أو أكو إلا ودن وحي هريد الصامري إلهي وحي الله سبحانه وتعالى بهول نارة أيا قرك أصار هيدين يعني وحي دي كحيقي كلية إنا دمتان حالة دينو هذا ساكو دمتان نار بقليسي كيرو بيدك حكتي وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها إلهي بيدك كبت بادي ويتيدان دمانين إذا هنوني أو هنون كي هداية دينسي إلهي آيات كيس ويدين بيامين يوانا إذن عدين إياه سلاكوا حربا يدنكو عدي وحانا إلهي يدنكو عدين لعلكم تهتدون إنا هنون تانو هداية دي هنون كأقراتا آيات كاسي وحي مكاسي كسود دي رحلين تحسوا النزول كدو تاسوها إلهينا سبحانه وتعالى وحي ممنين تفريا إنا حرق إلهي ودقب صدان ولا سخلاف نعمد إلهي إن لقام هاد عليه وهنون كلقاته قال الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن هاهات منكم إذن كحيدة كم بدهات يعني من المسلمين مسلمين تحلق دحر أمة أي جماعة جماعة يكوح يدعون إلى الخير ذاتك خيرك وقباقة ويأمرون بالمعروف وناك ذاتك فرة وينهون عن المنكر حمانتك الرعبة وأولئك كوا هوشاسي أبن بحا هم المفلحون وهو الليبان بإله سبحانه وتعالى الليبان يقوش بقاته إلهي أمات المؤمنين الله ضيا تبارك وتعالى سجود وإلهي اللي هي وحا واجبة ومؤمنين تقول هان كو واجبة مروا البائن لقد دحلوا ددؤ هيغا وناك فرستا يا حمان ريبستا يا خيرك إن لفرم ومضى إسلام كا واجبة كتهي يعني لقد دحلوا عيد خيرك وباغضه ودعوة الإسلام كحبارته ودك براروجيسه وخير كمات الشيخته وشرك كدكته إن لقد نحله هدي تعالى قد نحوايه وما دور نبأ دنبابتي ما دور نبأ آثمينه لكن هدي إن كم بدأ إلى حيد الله سبحانه وتعالى الله هلو وإنت أس الشقيسه إنت أس وما دور إنت كلا فرنيس وواجب كفاية ويكتف مات وكفاية هو عدي عدي كوك عضو إنت كلا علاس كوك دعية لكن على فردي نوغ نعمية على جماعة نوغ دعية يعني جماعة هام بي لهي ماتي عدو دري عدا سواجب كي قداني سو والتكون أمر كاسي فلية عدا هوش أوهي غني على شخص النبي فري صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وعويته سوا شخص وي روح عيدا كم بدا إحمانيا منكر أركاه حدي ذي النبي عليه السلام فعل كعنت ساحك قبط هدو كقب منكر وعينا عرب كهكه الله وما تهدي ذو هنهي هدو كري كروا أنا قلبي كان عها كتبه وحكدم بيو إيماني مجره أي نبي عليه السلام هكاس مركات أسوا على فردوي أما على الجماعة إلهي ما كل يوم ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير يعني وحوي إذاكم مسلمين تيجود هالك أمة أمة لهان هلا إذا كده حلو قيب إذا كم ده أوضتك خير كأوبا قيسة إسلام نبلا وناك فرية حمان تناك الريبية وواجهكم مسلمين تأي ليهين وأنا تي يهود ما كل جواي إلهي كل عنا ذي يهود هاي إلهي سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبيس ما كانوا يفعلون حمان أي سميان اسكمير ريب تشير بي إلهي سبحانه وتعالى مركا هذه مؤمنين الله من نقضان ويقولون كم منكر كل اسكد دعيو وحمان تماتي آل الريبين دي كالنتي يهود لقلي إلهي نقلنا شيء إلهي سبحانه وتعالى كواسي أهل خيرك أهدك خيرك وباقي وناك فري حمانت الريبية حل مسلمين توضع اللهايين بكل قوت قاتل سادرت أن المؤمنين تكلوا كم بدين بين الله سبحانه وتعالى مركا وناك فرسي حمان ريبستو ما هو حس هول سهل المها وعلى بدو الله هذه ركن شناد شن ركن بإسلام كله إسلام الله لا ضح هذه ركن الحال لقدر لها
wuxuu noqon lahaa wanaag farasi iyo xumaan reebis. Yacni waa rukun adag, oo hadduu jiro diintu ay jirayso, haddii la waayona diintu ay baaba'ayso. Marka hawshaasi cidda ku jirta ha lagu garab galo, ha lagu xoojiyo, aduguna falaaxan ka qayb gal. Maxaa adiga kuu diiday? Waa walaalkood mafxuun baa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Kuwa hawsha ku kaca waa kuwa guuleystay ee guusha maarta helaya, falaaxa helaya. Haddii la oolaa meesha waxoogaa munaasiba laga helaya adduun, waa lagu yaacilaa looma daayeen. Laakiin wadaadka qaylqaylanaya waa iska daayadahaya. Waxaa loo arkay inaan waxba haynine, Ilaahay baa wuxuu sheegay subxaanahu wa ta'aala, waa walaalkood mafluxuun. Marka qof kastoo inaga mid ahi, waa inuu ka qayb qaataa qowlanka, qowl kaga qayb qaato, maruu adduunkiisa kaga qayb qaato, mar isaguba uu dhaqaaqo maarta hawsha uu maarta shakhsi ka noqdo, intuba way ku furayeen. ولا تكونوا ها أهاننا كالذين سدكوا يوكلا تفرقوا يوكلا تغي ويا يهودي نصارى الوجدة واختلفوا إسخلافي من بعد كد ما جاءهم البينات وانت عايده اي ما دين دبدين وأولئك كواصل لهم وحي ليهن عذاب عظيم عذاب وين بليهن سيد يهودي نصارى اسكو خلافين الكتاب كودي ايكو كلا تغين إذن كنا مسلمين إساسي هيالي للدين تإلهي عسكرا واعتصموا بحبل الله بين هاي نجا نفرا يوم مالين حصوصي تبيض وجوهنا بعذابك وحي لين يوم مالين تبيض وجوه وجي عدان دونا وتسود وجوه وجي نائي مدوبان دونا وقيامه وي فأما الذين كوي ميا اسودت وجوههم كوي وجي دود مدوبادين أكفرتم يقال لهم حلقوا عدان دونا مك عذابك قليا أكفرتم ميا قفردين بعد إيمانكم إيمانك دبدي باكو فردين انتو إيمان يارتين دبدين يا قال لما كنا قتين مسلا صاح فذوقوا العذاب عذاب خدرمية بما كنتم تكفرون بسبب كفركم قال لما دي النية سبب تيده أيا اللي ذكوا عذاب يا خدرمية وك عذاب كي أيا القول عندنا وأما الذين بيضت وجوههم كوي يقوش قدو عذاب ومؤمنين تي الله نقدره ففي رحمة الله نحريس تي الله بيكسو جيهن شندي الله بيكسو جيهن هم يقو فيها نحد ذي خالدون خواريا نحريس تي الله لا شيء وشندي وي لما أصل الله خلبي حدونا ما أنت حسوس بإله إلا سبحانه وتعالى وما كاسي سير لقف في شجنا هذا وين تحصل حسوسية دين تولى سوء خلافه أو لقو خلاط تقع نوع من الكفر بين قوانين أساس إله الشيء سبحانه وتعالى ما كان حرق إله إلا قبصده أي على الدنيا لما ذي سناده تلك تاس آيات الله إلهي آيات كيسي ويان نطلوها عليك أنا كود الآخرين محمد بالحق يدو حق ليهن يعني آيات كسودري آيات كي إلهي ويانو إلهي سبحانه وتعالى دي قلنا محمد كو سودو تشيو كو دول أخرية ملك جبريل عليه السلام حق باني كل هايين وحق بي حبارسيه وما الله إلهينا ما أهان يريد من دونية ظلما إلهي ظلم لدون ما يلي العالمين أدوميه سه عالمين تنية إنسي إنتي ما تمكلفين إلهي إنو ظلمي لدون ما يلي إنو دم دافو أو شنية أبو لدونية إلهي حقه نوافتيو والله أعلم بالله توفيق.